جميلة نجلة، جميلة جدا جدا، وايلد لايف فوتوغرافر اوف ذا يير، وشخص كويتي تخيلي. فكثير منا يحبون التصوير سواء كانوا يصورون بشكل احترافي او مبتدئ، لكن اليوم خلونا نروح حق الاحتراف الحقيقي في فن التصوير، ونتكلم عن نموذج مبدع قدر بشغفه تبارك الله انه يقدم محتوى مميز من خلاله قدر يحصد جائزة افضل صانع للمحتوى يا نجلة. فعلا، وقدر يختزل خبرة 20 سنة في مجال التصوير، سواء الحياة البرية أو توثيق المشاريع الخيرية في أفريقيا، وقدر أنه يحصد جائزة أحسن صانع للمحتوى لجائزة حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. أرحب بالمصور المحترف الكويتي ماجد الزعابي، حياك الله معنا. الله يحييكم، حياكم الله، مشكورين. الله يحييك، حق واجب يا أخوي. في البداية مبارك لك حصولك على الجائزة، جائزة حمدان بن راشد المكتوم، وأكيد أنت تستاهلها. سهل الطيب. ودنا تكلمنا أكثر عن الجائزة، شلون خذيت الجائزة، شلون كان الكومبيتيشن، المسابقة الجميلة هذه شلون كانت؟ بإذن الله. أول شيء مشكورين على الدعوة. حياك. يوم قالوا لي برنامج الظهيرة أنا أحس إني جزء من البرنامج. طبعاً. على طول دخلت اليوتيوب وشفت المقابلة اللي طافت، صار لها تقريباً 8 شهور. صحيح. يوم خذيت الجائزة في بي بي سي، وتذكرت المقابلة اللي صارت، فوايد وايد استانست إنه أنا وضيت لكم هني مرة ثانية. أحلى أكثر. بالنسبة حق جائزة الشيخ حمدان الدولية للتصوير، هي أكبر جائزة من حيث المبالغ اللي فيها. نعم. هي من 2015 الحين السنة 11، ما شاء الله مستمرة. ما شاء الله. مجموع الجوائز اللي فيها يتجاوز المليون درهم، تقريبا 1,600,000 درهم، اللي هي 450,000 دولار. الجائزة فيها محاور حق التصوير، 4 محاور كل سنة، وفي شيء اسمه ملف المصور، يعني يختارون شخصية لهذا العام، ويختارون شخص عطى محتوى خاص بالتصوير الفوتوغرافي. نعم. فما يحتاج أنت تقدم صورة، ففي ملفات تعرض على الجائزة، وبعدين يصير في منافسة بين هذه الملفات أن منو يأخذ الشخصية هذه لأفضل صانع محتوى بالتصوير. والحمد لله يعني بتوفيق من رب العالمين اختاروا أخوكم لهذه الجائزة. ألف مبروك. وطبعا مثل ما ذكرت، هي جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من أقوى الجوائز بالعالم، ومن المسابقات اللي يحرص المصورين المحترفين أن يشاركون فيها. شلون كانت المنافسة؟ كلمني أكثر وإحساسك وأنت حاس أنك داخل كل هذه المنافسة الكبيرة ويطلع اسمك الفائز. أمانة يعني الواحد كل سنة سبحان الله لما يأخذ جائزة معينة يشوف شنو بعدين الأكبر، أو شنو يعني كل مرة يرفع سقف. كل مرة يرفع سقف التحدي على قولتهم. صراحة الجائزة هذه ما شاء الله يعني هي ليست مجرد جائزة أنا أسميها، لأن يعني طول السنة عندهم ما شاء الله فعاليات، وعيون المصورين كلها بالعالم كله على هذه الجائزة لما تحظى من اكسبوجر كبير. حلو. واهتمام حق جميع المصورين. لذلك يعني أتذكر مرة سويت محاضرة في الجائزة وحط صورتي مثلا في الموقع، استانس وايد. طبعا. فما تتخيلون ايش كثر لما يصير حدث ويطلع اسمك المكان هذا، تأكد أنه راح يكون في إكسبوجر وايد كبير حق أي مصور يفوز في هذه الجائزة. جميل جدا أخوي ماجد. لو نتكلم عن سالفة السوشيال ميديا، المنصات مال التواصل الاجتماعي أو غيره، هناك صانع محتوى حقيقي وهناك شخص بس يحط بوست حق صور فيديوهات وغيره، شلون أقدر أكون صانع محتوى رصين عندي ستاندرد معين وعندي ثيمة أمشي عليها؟ شلون؟ السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، الكل يدري. نعم. في ناس ودها تصور قهوتها الصبح تستانس تستمتع ان الناس قاعد تتابع يومياتها، وفي ناس ودها عندها هدف معين انه يكون يرسل رساله، انه يكون مؤثر. انت اذا بتصير مشهور وفي مؤثر، اذا بتصير مشهور ممكن تسوي فضيحه اليوم وتنتشر ترند بكل مكان، خمس دقائق انت مشهور. صح. بس شنو مشهور فيه؟ راح يقولون فلان اللي سوى كذا، الفعل مثلا اللي مو صالح مثلا، مو زين. صحيح. وتقدر انت تبني خطوه خطوه انك انت تنشر محتوى تحس انه ياثر على ناس ثانيين، بحيث انه تلهمهم انه يسوون شيء. يعني مثلا لما نحط ستورياتي في كينيا ورايح وعبور الحيوانات وا وا وا، اللي يشوف يقول انا عايش معاك اللحظه، مشكور انك شاركت معي اللايف، حاط لايف وفي مثلا 300 شخص، يقول ترى اللحظه هذه لحظه العبور وتمساح ياكل شيء نادره جدا، انت شاركتها مع 6000 ولا 7000 واحد قاعد يحضرون نفس اللحظه، شعور وايد وايد حلو صراحه. صحيح. فهذا بالسوشيال ميديا، انك انت شنو هدفك من مشاركه هذا البوست؟ بالنسبه لي اذا كانت ابتسامه ترسمها مثل ما انت قاعد تبتسم الحين، انا بالنسبه لي كافي صراحه. جميل. وايضا يمكن من خلال متابعتنا لك في وسائل التواصل الاجتماعي، احترافك في تصوير الحياه البريه، يعني كلمني اكثر عن المخاطر. اكيد الموضوع ما هو سهل. صحيح. ومليء ايضا، خلينا نقول مثل ما هو جميل وانت قاعد تعرض للناس الجانب الحلو في الموضوع، لكن هناك ايضا مخاطر يمكن الناس ما تدري عنها. صدقتي. ملاحظة الوايلد لايف أو الحياة البرية
جميل جدا. وتشوفين في خلق الله عز وجل. يعني امس واحد قاعد يعلق على صوره الابوه ماسكه الولد مالها مع انها اسنانها وهي قوتها بس فيها رحمه. فسبحان الله تذكرت حديث ان الله عز وجل عنده 100 رحمه نزل رحمه واحده منها بالدنيا و99 عنده. فيقول الرسول فيها يتراحم الناس والبهائم والهواء. ومنها تعطف الدابه على ولدها. فواحده ما يشوف ان الاسد كذي ماسك ولده بس ما يذبحه شيء تقول سبحان الله من قلب صدق. مع هذا بس في خير مثلا انا دائما اقول انزل من السياره. مشكله ان الواحد اذا ما التزم بالتعليمات راح يكون في خطر على حياته. صحيح. وهذا يحصل مرات، يعني مثلا لو تشوفون الصوره الحين الفهود الخمسه هذيلا انا الحين وانا واقف مع ان المفروض ما اوقف بس شوي استهترت وقفت. هذيل انا مصورهم وهم كبس صغار. أيه. عمرهم اسبوع تقريبا ما شاء الله. بعد سنه وسنتين وثلاث خلاص الفوا السياره، يعني اول ما كانهم يعرفون يعني. أيه. وصعدوا فوق السياره شباب يقول لي ما راح يسوي لك شيء. قلت لا، الى حد ما اذا انت ما تحركت وايد ما راح يسوي لك شيء، بس بالنسبه حق الاسود لا، المفروض ما تفتح الباب. نعم. او تنزل او حتى تتفاعل معاهم، واحد يصفر ولا ياشر، هذه كلها امور ممكن تصير خطر على حياة الشخص. نعم نفسه. وأيضا قبل الهوى صار في حوار بينك وبين زميلي هاشم عن الصورة اللي فزت فيها. صدقتني. وقال لك إيش كثر نقدر نقرب بالضبط. من أيوة. من الغوريلا مثلا الحين هذه الصورة اللي فازت. صحيح. المرة اللي طافت، فأنت قلت له المفروض ما نقرب. ما نقرب. إيه. هذه أيضا من المخاطر اللي يمكن الناس ما تعرفها. صحيح. المرشد اللي معانا دارس حياة البرية نفسها ودارس يسمونه البيهيفير، سلوك الحيوانات. نعم. فهو اللي يوجه، هو يقول الحين لازم نمشي، الحين لازم نوقف، الحين لا تطالع، لا يصير في اي كونتاكت بينك انك تصير نظرة بوجه الأسد مثلا. فلازم فكل الإرشادات هذه لازم واحد ياخذها بالحسبان. نعم. عشان سلامته. حلو. زين تكلمنا عفوا عن السلامة، خلينا ننتقل عن يعني خلينا ننتقل الى موضوع ثاني من خلال سفراتك ورحلاتك مثلا الى كينيا وغيرها، وهذا من خلال متابعتنا لك في مواقف خطره تحصل بالوايلد لايف. انزين اذا الواحد ما يعني ما تمالك نفسه، اذا الواحد ما عرف يتصرف يكون عنده حسن تصرف، الوايلد لايف هذه ممكن تاذيه. صح. الى اي مدى واجهته مواقف شوي كانت حيل مزعجه ومربكه؟ انا من 2007 سافرت اكثر من 30 مره، اقول لك الحمد لله اصابعي موجوده وما فيني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. كثر ما انت تلتزم كثر ما انت تقلل هذه الفرص الخطوره. هجم علينا اسد، اي لحقنا مره بس كنا بالسياره، لحقنا فيل مره معصب، ما ادري يمكن تهاوش مع زوجته ولا شيء ما ادري. يلا ركب. غالبا الانثى لما تكون مع ولدها هي تكون متنرفزه شرسه شوي، اي رافعه سقف التحذير، هي ما تدري من الشخص اللي قدامها. صحيح. فانت لما تقرب في خط على قولتهم هي تشوفها، فاذا انت قربت اكثر من الخط هذا ممكن هي دافع عن نفسها. صحيح. غالبا ترى هجوم الحيوانات عبارة عن دفاع إنه يشوف إنه ممكن تتشكل خطر، ولا هو ترى كاف شر عنه. صحيح. بس إحنا لا نتدخل وايد. حلو. أيوة. جميل. وأيضا من الحياة البرية أنت كان لك زيارة للقطب المتجمد الشمالي. صحيح. يعني من بيئة إلى بيئة مختلفة جدا. تماما خلينا نتكلم عن هذه التجربة أكثر. 2018 قلت أنا ليش قاعد أروح كينيا؟ يمكن رحت 20 مرة، فقلت الأربع سنين الجاية كل سنة بروح مكان جديد. حلو. فحطيت أول وجهة النرويج ورحت اللي هي الطيور القطب المتجمد هناك، بعدين قلت بروح صوب أوسلو، ما أوسلو تطلع من هناك. أيوة فوق. حلو. بعدين قلت لا بروح زيادة القطب الشمالي بشوف الدب الأبيض هذا. أنتاركتيكا. أنتاركتيكا الجنوبي. الجنوبي. الشمالي فوق. أنتاركتيكا طبعا فيها البطاريق. نعم. الجنوب أو الشمالي فيه الدب القطبي. الدب القطبي. فقلت أنا بشوفه هذا اللي بصوره. فصراحة كانت 10 أيام في الثلج لا تنسى أمانة. تبارك الله. تخيل أنت مثلا هذه صورة. نعم. تخيل لو أنت مثلا 9 أيام بدون إنترنت بدون سوشيال ميديا. وهذه كان جزء من التجربة، أنك ما تقعد الصبح طالع من دازلك الواتساب ولا من حاط لك لايك. صح. ما في. صحيح. فتجربة كانت فريدة من نوعها صراحة. وبالنسبة حق أنتاركتيكا موجودة بالوش لست على قولتهم بالأحلام. بس راح تأخذني معك بإذن الله. بس قبلها راح نروح كينيا، لأن أنا قلت لك يعني عشقي وشغفي والشيء اللي أنا صج ودي أشوفه إن شاء الله. شنو؟ زرافات. زرافات. بس ما يبيل. الله يحفظك. قبل شوي كان في صورة جميلة للزرافة. صحيح. صحيح. بس خلينا نتكلم أكثر عن الاختلاف بين التجربتين، ما بين قارة وقارة. كل سفاري لها طريقته. مثلا. نعم. في القطب الشمالي احنا بسفينة. أه. فقط بسفينة. إذا بننزل ننزل بزودياك، ما في أرض. نعم. قليلة قطع جليدية. في كينيا احنا بسيارة. في أوغندا حق الغوريلا احنا نمشي. تمشون. اي مشي اربع ساعات فكل سفاري له استعداداته. نعم. خطورته، ظروفه الجوية. فيفرق الاستعداد من سفاري الى سفاري. واختيار الوقت.
الشهر بالذات من السنة أكيد هم السلام عليك. التوقيت صدقت. مهم صدقت. بالنسبة حق مثلا كينيا في الهجرة السنوية اللي تصير من سرنجتي تنزانيا يصعدون فوق الجواميس يعبرون 1.5 مليون تقريبا ما شاء الله حق النهر نعم. في تماسيح وفي أسود هذا مثلا من 15/7 إلى آخر 8 حلو بعدها يدشون تنزانيا مرة ثانية يولدون في مكان معين كلهم حلو في تنزانيا تحت فتلقى هني أكبر تجمع حق المفترسات ليش؟ لأن في ولادات وفي صيد سهل نعم حلو. فسبحان الله تشوفون هجرة سنوية موجودة من آلاف السنين دورة حياة نعم شيء عجيب وايد حلو تبارك الله وفي جزئية مهمة جدا دائما يحرص عليها ماجد الزعابي وهي رحلتها السنوية لتوثيق المشاريع الخيرية في أفريقيا هذا جانب إنساني جميل وإحنا نحبه ونقدره بماجد حبك الله الله يسلمك فأبي سولف عنه شوي هذا صار صراحة من 10 سنين جزء من حياتي تفرغت لعمل في جمعية العون المباشر اللي أسسها الدكتور عبد الرحمن سميط رحمة الله عليه نعم. تأثرت فيه كثير أمانة وقلت يعني لو امشي مو على خطى على قولتهم شيء من كان رجل بامه اي والله شيء من هذا الشيء ويمكن احنا قبل ايام استذكرنا يمكن الغزو الغاشم اللي صار على الكويت وشون راحت منا نعمه الامن والامان وانا يعني على يقين انها رجعت بفعل الخير صحيح يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول صنايع المعروف تقي مصارع السوء ويوم هو خاف يوم نزل على الوحي قالت لخديجة والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقرأ الضيف وتعين على نوائب الحق فكان رسول يبادر أن يساعد الناس نعم. وهذا الشيء اللي احنا نستشعره من أهل الكويت أي مكان تلقى فيه إيد تلقى فيه خير تلقى فيه أحد بروحك أنت تساعد بدون ما أحد يقولك فهذا الشيء اللي يعني ربينا عليه صراحة أحس أنه هو جزء كبير من ثقافتنا وجزء كبير من ديننا اللي احنا نحب نمارسه على طول وانت سمح جزاك الله خير واحنا نحبك يا جزيك المثلة واضح تأثرك من الموضوع جدا أنا الموضوع هذا صراحة غير حياتي بالكامل يعني أم عبدالله اليوم قالت لي الصبح على الريوق قالت لي ترى الخبز كانت آخر خبز قلت له أنا عمري ما سألتك عن الأكل إذا كان في شيء ناقص إذا كان في شيء زايد اللي قدامي أكله وأقول الحمد لله الحمد لله فهذا الشيء يعني وايد يخليك تتأثر تحافظ على النعمة اللي عندك تحافظ على الماء تحافظ على كل شيء من عمل الخير جميل بالمقابل أنت الحين لما تجهز لي محتوى أنت حاب تصوره أو تسافر له سواء رحلات الخير عفوا لأفريقيا وأيضا تصوير. رحلات التصوير أكيد قبلها هناك ترتيبات صحيح. وخطة معينة صحيح. لتصوير هدف صحيح. معين هل فعلا تقعد مع نفسك وتحط خلينا نقول خطوط عريضة ولا تروح على السجية يعني شنو ما يطلع معاي راح يكون على طبيعته وصورة أنا دائما أقول محتوى ثلاث أنواع أي محتوى أي محتوى نعم. بالسوشيال ميديا ثلاث أنواع أما يكون تعليمي أو تحفيزي أو ترفيهي حلو متى ما صانع المحتوى جمع الثلاثة هذول مع بعض راح يكون محتوى وايد وايد قوي جميل فأنا لما أكتب أشياء معينة أبي أصورها نقصتني من قبل عندي سلسلة من التصوير أبي أسوي 1 2 3 4 كثر ما نكتب الأفكار كثر ما تكون حاضرة في مخنا الله لما تروح مكان ممكن أنت تطبق الشيء اللي أنت حاطه أو مثل ما قلتي تو السجية صار شيء معين فأوثقه فلما يكون ما في شيء أشوف الليستة اللي عندي شنو ناقصني 1 2 3 أبدأ أرتب حق هذا المحتوى فكثر ما أنت تكون مرتب كاتب الأهداف شنو ودك تطلع من هالرحلة راح ترجع وانت مستانس وايد من النتائج اللي خذيتها حلو وماجد زعاب يعني تبارك الله ابو عبد الله ما نجح الا انه هو انسان جدا مرتب وبرصانه في حياته يمشي على كالندر وريمايندرز ما شاء الله والتايمينج سلوت عنده مرتب بطريقه خياليه صدق. ابي اسولف عن هذه الحته وهذا البارت الجميل اللي بشخصيتك اللي خلاك توصل الى هذا النجاح ترتيب وتضبيط الوقت والشباب يحتاجون ترى هذه النقطه يا ريت لو تشرح لنا بالضبط شنو الاساسيات لو انا حبيت ارتب يومي اي واحد فنان اي واحد رسام اي واحد مصور اخذوها مني ترى شغله حياته عباره عن فوضى فوضى توقعت تقول العكس زين فوضى اي مو فوضى ان تلقون شغله يعني ما عنده التزام بالوقت فوضى مرتبه كيوس اي كذي عرفت اللي في باله يسوي هذا دائما تلقانا بالمواعيد غلط دائما ناخذ اوردرز زياده واعتذر من هذا واخذ نعم انا كانت عندي هذه الفوضى فاخر 3 سنوات قلت حطيت لي خط معين وقلت لازم ارتب هذه الفوضى وقريت كثير في سلوك الفنانين الفنان اذا قلت له مثلا سلمني باكر انت هني ضغطت حيل بس لما تقول له متى تسلم الشغله مثلا انا انصح الفنان اقول له قول له بعد اسبوع بس خلصها بيوم مثلا خلصها بيوم إيه فقمت شو اسوي قمت افتح النوت بالايباد واسجل شنو عندي هذا الشهر حلو قبلها بدايه السنه اقول هالسنه شنو عندي
اخذ الدوكيومنتس كلها جوازات ما ادري شنو اشوف شنو بينقص او مثلا بينتهي اسجل واحط ريمايندر بالكالندر متى رحلاتي حطيت الرحلات نفسها واحط لي ريمايندر بالكالندر مثلا عيالي شنو يحتاجون والله صارونا تحتاج تقويم سجلت واحاول ان اسجل كل شيء بعدين اشوف كل اللي سجلته سبحان الله لاخر السنه انجزت منه 60% ما شاء الله 70% من بداية السنة للحين يمكن نزلت حتى وزني 6 كيلو تقريبا كل شهر قاعد ينزل كيلو نعم. لما قمت أكتب الأمور وأطالع البروغرس مالها أو الأشياء اللي قاعد تمشي مجرد ما أنت تكتب لمخك راح تلقى يعني الأمور تمشي بطريقة سلسة جدا وما شميل. تنسى وايد أشياء أنا ترى بني آدم ينسى صحيح. تطلع من هني وتقول لي والله نسيت شغلة أقول لك عادي صحيح. إذا أنا ما سجلت هذه الفكرة ولا المهمة صحيح نجلة الشغلة اللي دائما يعني للأمانة الواحد قلبه يشاغب عليها ويحس بالفخر لما يشوف ناس ناجحين طبعا ويشوف ناس يعني وصلوا ما شاء الله تبارك الله إلى مرحلة أخونا ماجد الزعابي احنا نفتخر فيك أخوي ماجد مصور محترف ابن لهذا البلد بار بهذا الوطن بار لدينك دائما رافعين الراية في المسابقات العالمية معاك أنت فنشكر حضورك معنا اليوم أنت اللي مشكورين يعطيكم العافية وصراحة دائما أقول اي واحد عنده اي هوايه نعم كثر ما انت تركز عليها كثر ما انت تبدا فيها كثر ما انت اي شيء تتمناه راح يجيك اذا انت مفوكس على هذا المسير جميل ماجد كل الشكر لحضورك والف مبروك مره اخرى على الجائزه وان شاء الله دائما نلتقي فيك وجوائز اكثر وتخطيط ومحتوى اجمل نتمنى لك كل التوفيق شكرا لك نطلع فاصل فاصل